السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. مرحبا بكم، هل تحب اللحظات الطريفة والمواقف المحرجة؟ حسنا، من منا لا يحبها؟ إنها طريفة للغاية، مواقف غريبة، رقصات، وبالطبع سقطات. اعترف بذلك، لابد وأنك أيضا تحب أن تشاهد أحدهم وهو يسقط. في الحقيقة تحدث هذه الأشياء حتى على التلفاز خلال البث المباشر. هذا رائع بالنسبة لك، أليس كذلك؟ إليكم بعض المواقف الطريفة التي حدثت مع مراسلين. صدقني لن تستطيع أن تتوقف عن الضحك. هل أنت مستعد؟ لنبدأ. ربما يكون آخر ما تتوقع رؤيته وأنت تشاهد الأخبار هو أن يكون هناك كلبا يصعد إلى المنضدة خلال البث المباشر على الهواء. حقيقة هناك الكثير من التساؤلات حول هذا المقطع، وحتى تلك المذيعة لديها تساؤلات عن كيفية وصول هذا الكلب إلى الاستوديو. هل هرب من أحدهم أم كان يعطي رأيه في أمر ما؟ انظروا إلى تعبيرات وجهها عندما وجدت أن هناك كلبا ينبح. ربما تحذو القطط حذو الكلاب أيضا، وقد يتعلق الأمر هنا بالمواجهة المستمرة بين الكلاب والقطط. لا يمكن تناسي هذه المواجهة على التلفاز، ولكن من المؤكد أن هذه القطة لا تأبه برأي المراسلين. وعموما القطط كائنات مستقلة ولا تأبه بالبث المباشر. كتفك، أريد أن أقف على كتفك. حسنا، إذا كنت تظن أن القطط والكلاب فحسب هم من يحبون التلفاز ويحبون الظهور على شاشته فأنت مخطئ، ولأن الزرافة أيضا يحب ذلك. من المؤكد أنه لا يمكن لتلك الحيوانات الضخمة أن تتسلق أحد المراسلين، ولكن ماذا يمكن فعله عندما تريد إظهار بعض التعاطف وفي نفس الوقت الظهور في الأخبار؟ حسنا، عليك التطفل على رأس المراسلة. هل تتذكر كيف طلب محرر الأخبار في فيلم الرجل العنكبوت صورا لهذا البطل الخارق؟ حسنا، يبدو أنه كان ينظر إلى المكان الخاطئ. لقد كان عليه فقط مشاهدة تقارير المناخ، حيث كان سيجد كمية كبيرة من العناكب ومن مختلف الأشكال والأنواع وبالقرب من الكاميرا. نعلم أن تلك العناكب لا ترتدي السترات الضيقة ولا تحارب الجريمة، ولكن على الأقل هي عناكب سعيدة بكونها على التلفاز. ربما تكون مدركا أن تلك ليست وحوشا عملاقة. حسنا، لا تصرخ، في النهاية هي كائنات مقززة. هل تعلم أحيانا لتخيف أحدهم لا تحتاج إلى العناكب على الكاميرا أو الكلاب في استوديو تصوير؟ ربما يكون كافيا ألا تقوم بتنبيه عندما يبدأ البث المباشر على الهواء، ولأنه بعد ثوان قليلة سوف يحدث ذلك. والآن مع الرياضة مع ميرث تشين، انظروا إلى تعبير وجه تلك المذيعة. ربما تكون قد سمعت أن العاملين بالتلفاز لا يمكنهم ارتداء اللون الأخضر. ليس هذا نظرا لشيء ما مذكور في عقد العمل أو بسبب بعض كاره اللون الأخضر، وإنما الأمر أكثر بساطة، ولأنه يتم استخدام مفتاح الكروما الآن دائما على التلفاز. هو عادة ما يكون باللون الأخضر، وبالتالي فإذا ارتديت الأخضر أنت أيضا انظر بنفسك، سوف تبدو وكأنك جزء من الخلفية. انتبه لذلك في المرة القادمة. لا تكمن المخاطر داخل استوديو تصوير فحسب، وخصوصا إذا كانت تمطر في الخارج وهناك عواصف. تخيل أنك تقف هناك وتحمل شمسية، وبينما تقوم بعملك وتقول للجميع أن الجو في أيرلندا غير مستقر، ثم يتحول الوضع بعد ذلك بثانية واحدة ويبدأ المراسل في الطيران إلى اتجاه غير معروف. في الحقيقة الأحصنة مثل المراسلين وهم يحبون المصورين أيضا، ولكن الأحصنة بدلا من ذلك يقومون بلعق المراسلين. ألا تصدق؟ شاهد بنفسك، هي أكثر حيوانات صدوقة على وجه الأرض.
إذا كنا قد تحدثنا عن القطط على التلفاز، علينا أن نعرض لك هذا المقطع وسوف تفهم لماذا. لنرى هناك سيدتان تتحدثان عن الحيوانات، ولكن ماذا قد يسير بشكل خاطئ؟ يا للهول، لا نعلم في ماذا كانت تفكر تلك القطة في هذه اللحظة. ربما أنها تكره الكاميرات، أو ربما كانت تلك رقصة خاصة بالقطط. إذا كان لديك أي فكرة شاركنا إياها في التعليقات. أحيانا ما تكون هناك بعض المواقف في التقارير التلفازية التي يصعب تخيلها تماما. في البداية يسير كل شيء على ما يرام، وتم تصوير هذا التقرير في سباق الدراجات النارية باستراليا. المراسلة تتحدث عن الحدث، ولكن نتيجة الرياح توقفت الفتاة عن التسجيل. وفي تلك اللحظة بدلا من الدراجات النارية ظهرت شاحنة كبيرة على خط النهاية، ولا نعلم بالضبط كيف حدث هذا. ربما أراد سائق الشاحنة الانضمام للسباق. عندما يقوم مراسل الأخبار بإخبارنا بشيء هام، فإن انتباهنا ينصب تماما عليهم، إلا أنه ربما تكون هناك استثناءات. شاهد بعناية. كانت المذيعة تسأل المراسلة بعض الأسئلة، فحدث شيئا غريبا للغاية في الخلفية. كان بعض الأشخاص الذين يرتدون زي الديناصور يرقدون ويقفزون ويلعبون مع بعضهم البعض. ربما يكونوا قد هربوا من حفلة تنكرية. هل تحب أن تسير في الشارع بهذا زي ذات يوم؟ هل تخشى العناكب والخنافس والحشرات الأخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، لا تحاول مطلقا أن تكون مراسلا تلفازيا، وإلا سوف تواجه مخاوفك وجها لوجه، ومثل هذا المراسل تماما. ربما يكون مراسلا ماهرا، لكن هذا لا ينقذه من خنفسة صدوقة. وعلى الرغم من أن هذا المراسل كان محظوظا، لأن الخنفسة كان من الممكن أن تجلس على وجهه. والآن انظر إلى هذا، لم تستطع تلك الحشرة أن تجد مكانا ملائما، فحلقت حول المراسل وحتى انتهى بها الحال في فمه. من المؤكد أنه لا الخنفسة ولا المراسل كان مستعدان لمثل هذا الأمر. لم يستطع المراسل تمالك نفسه للكثير من الوقت، ولكن لم يكن يجدر به أن يكون منزعجا لتلك الدرجة. كان بومبلي يشعر بسعادة غامرة من هذا الإفطار الذي يدخل إلى فمه. إليكم لحظة مسلية أخرى مع أحد الحيوانات. لم تتوقع المذيعة هذا الضيف على الهواء مباشرة، ولكن يبدو أنه لا شيء يزعج هذا الطائر على الإطلاق. بدت المذيعة وكأنها نجمة تلفازية. هذا الطائر يحب الرؤوس. وكما ترى، إن أيام العمل الخاصة بالمراسلين قد تكون مختلفة تماما. فالبعض يقضون أوقاتهم مع الحيوانات، والبعض الآخر يواجه مواقف غريبة ولكنها طريفة للغاية. فيما يأخذ آخرون حمامة الطيور خلال أحد مسابقات الدراجات النارية، كانت تلك المراسلة اللطيفة تتحاور مع العديد من المشاركين في السباق، ولكن يبدو أن أحدهم كان متعجلا، وبدلا من تلقي إجابة حصلت المراسلة على حمام الطيور. كنا قد تحدثنا بالفعل عن توقع أي شيء لدى العمل كمراسل صحفي، ومن المؤكد أنك مستعد لترى أي شيء. ربما تفكر ماذا قد يحدث إذا كان أحد المراسلين يرسل تقريرا عن التزلج. يا الله، لابد وأن هذا مؤلم، ولكن لا تقلق، لقد أصيب بكدمة بسيطة فحسب. هنا مرة أخرى سقوط. فأثناء إلقاء هذه السيدة لكلمتها على المسرح، سقطت بشكل محرج للغاية أمام الجماهير. بالإضافة إلى الظروف المناخية والحيوانات والحشرات ولوحات التزلج، عادة ما يقابل المراسلون أناسا غرباء، ولسنا نتحدث عن أولئك ممن على استعداد للقيام بأمور جنونية ومن ثم الاستمتاع بها. إليكم هذا. بينما كان هذا المراسل يؤدي عمله، قام أحدهم بإنزال سرواله. أحيانا ما يحدث أن يظهر أحدهم فجأة على الكاميرا ولا ينتبه المراسل إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، كانت هذه المراسلة في تقرير على الهواء مباشرة، ثم ظهر رجلا في الخلفية. يبدو أنه أراد الظهور على التلفاز فحسب، حتى يسأل أصدقائه إذا كانوا قد رأوه في الأخبار. غالبا ما يتوجب على المراسلين تجربة كل أنواع الأشياء. ربما تكون قد رأيت مراسلا يحاول تذوق طعام ما، أو يحاول تكوين صداقات جديدة مع الحيوانات. ولكن هناك مشكلة بشأن هذا الأمر، ولأنه لا يستطيع كل شخص القيام بما يطلب منها. فعلى سبيل المثال، لا يستطيع الجميع الرقص. انظر إلى هذا، لقد كان يحاول الرقص ولكن لم تسر الأمور على ما يرام، ولكنه يستحق الشكر على مجهوده على الأقل.
في برنامج تلفزي وأثناء طرح مشكلة سوريا حدث نزاع بين طرفي الحوار وكسروا الطاولة. موقف مثل هذا قليلا ما نراه على التلفاز، هيا نشاهده سويا. ثانيا، قد يتعرض المذيع لمواقف كثيرة، ولكن في هذا الفيديو واحدة من أسوأ الحوادث على الهواء مباشرة، وهي السقوط على الأرض. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.